سامي الوسمعوني حاصل على معدل 19.05 الأولى إقليميا والثانية جهويا من مجموعة مدارس مقبل خصوصية. إذا اش كيمثل الإنجاز بالنسبة لك أنت هذا؟ هذا الإنجاز هو إنجاز كبير بالنسبة لي، شي حاجة اللي ماشي سهلة توصل لها بزاف عليها طول العام، كل هذه الإنجاز العائلة ديالي اللي وقفوا معايا والمدرسة اللي وفرت لي الجو باش نوصل لهذا. شنو هي الظروف ديال الاستعداد اللي كيفاش دازت الاستعداد ديالك للامتحان ديال يعني استحقاق يعني ديال الإشهادية يعني الحالات الإشهادية بالنسبة للبكالوريا؟ صراحة أنا انا عم شنو باغي ديري في المستقبل؟ شنو الطموح ديالك انت في المستقبل؟ كنطمح ندير بزاف ديال الحاجات، وكاين بعض المجالات اللي كنت نطلبها كاين الطب والهندسه. نعم، شنو هي الامنيه ديالك يعني باغي تحققها على المستقبل ديالك؟ نكون طبيبه ان شاء الله.